دلوقتي حضراتكم في مجلس النواب، يعني في ناس كتير جدا بتشتكي انه تم التأخير قوانين الأحوال الشخصية، او تم تأخير مناقشتها لفترة طويلة جدا، وفي أسر كتير بتعاني وفي أطفال كتير بتعاني. تمام، بس انا عايزة بعد ما حضرتك تجاوبيني على السؤال ده، عايزة اعرف رأي حضرتك في حاجة. في بلاد كتير بره، بما ان كل أسرة ليها ملابسات مختلفة عن التانية، وليها يعني كل أسرة ممكن في أسرة تلاقي الأب أب كويس جدا ولكن الأم مش كويسة، أسرة تانية تلاقي الأم هايلة وعظيمة ونفسها تحافظ على بيتها وتلاقي الأب هو اللي مش كويس. حالات بقى كتير ياما، أكيد حضرتك ورد على حضرتك كتير. ففي دول متقدمة بتفهم كده وبيدرسوا المواضيع، بيبقى في لجان بتدرس كل أسرة على حدة، حالة كل أسرة على حدة، وبتبعت اللجنة تروح تقول وتكتب تقرير احنا شفنا كذا وكذا وكذا وكذا، وعلى أساس هذا القاضي بيكون عنده حرية الاختيار، بيكون عنده مش عنده قوانين مكتفاه، القاضي بيبقى حر في ان هو يقول للطفل ده مصلحته في كذا وكذا وكذا وكذا. هل ده ممكن في يوم من الأيام ينفذ في مصر؟ ولا ده مستحيل ولازم يكون عندنا قوانين صارمة تتحط سواء للأب وللأم؟ خليني أقول لحضرتك الأول حاجة، قانون الأسرة آخر تعديل ليه بقاله أكتر من 26 سنة. يعني إحنا محتاجين نبص نظرة شاملة لقانون الأسرة. إحنا غايتنا إيه؟ المصلحة الفضلة للطفل طبعا. مش متهيألي بعد كل العمر دوت نيجي نستعجل في إصدار قانون هيترتب عليه حياة ألاف وملايين من الأطفال لسنين جاية تانية. مش عارفة ايه وجه الاستعجال من مجموعات الضغط من رجال او نساء انه سرعة اصدار القانون، عشان احنا بنحاول يكون القانون مغطي كل الثغرات اللي كنا بنعاني منها في الفترات السنين اللي فاتت. فانا مش عارفة ليه وجه الاستعجال والضغط والضغط الاعلامي اللي بيتم بالصورة ديت. يعني انا متهيألي ان حياة الاطفال ومصلحتهم الفضلة محتاجة انه يجي القانون فعلا بدراسه متانيه مطابقه للشريعه الاسلاميه، مطابقه للاحوال الجنائيه والمدنيه في مصر، علشان اقدر اغطي الحمايه للاطفال وللاسر ديت، مطابق للحالات الاجتماعيه المختلفه. ولازم يكون في قانون، من القانون بيبقى فيه روح القانون اللي حضرتك بتتكلمي عليه. يعني القانون دايما قدام القاضي لازم تكون بنود واضحه وصريحه، ياخد منها روح القانون ما يلائم طبيعه الحاله اللي قدامه، لكن دايما في يعني في وجدان المشرع هو المصلحه الفضله للطفل مش لزوج ولا لزوجه. مظبوط. الاثنين ارتضوا او لظروف ما خلاص حكم وقضي بالشقاق وبالفرقه، لكن لا ينبغي ان يدفع ثمن هذه الفرقه طفل. الاطفال. وده اللي حاصل بدليل عدد القضايا اللي مرفوعة لعدم تطبيق النفقة، وده مطلب حيوي لحياة الطفل، مأكله مشربه علاجه مسكنه تعليمه. طفل معاق، طفل عنده مرض مزمن محتاج عناية وعلاج مستمر. مش ممكن ان احنا نتجاوز ونفضل نطول في يعني التنصل من المسؤولية الأبوية للإنفاق على الأولاد، بغض النظر في وفاق ولا ما فيش وفاق بينه وبين الزوجة. ده حاجة بره الموضوع خالص، ده حق الدولة لحماية الأطفال ديت. تمام. عايز اقول طيب. حاجه معلش سوري، عايز اقول حاجه بس مهمه. اتفضلي. اولا الحضانه للام في كل بلاد العالم، انا عامله مقارنه بين كل القوانين، وحته اللي بيروحوا فيها للقاضي دي بتبقى حته الاستضافه. يعني الحضانه للام حتى يثبت العكس برضه. لا على فكره انا معاكي في ده. انا بقول لك بس في العالم كله. انا بتكلم في الحالات اللي بيبقى فيها يعني بيبقى فيها مشاكل كتير وبيبقى فيها بيروحوا بقى للقاضي ساعتها والقاضي بيروح يشوف. بالظبط. ليه ما عندناش لجنه بتدرس الحالات دي؟ بس على فكرة أنا بس عايز أقولك إن إحنا عندنا في القانون وفي التطبيق إنه لو أثبتي في المحكمة إن الست دي سمعتها وحشة أو الراجل يعني ما هو أنا مش عايز أنا اللي أثبت بقى، أنا عايزة يكون في حد متخصص طب لدراسة الموضوع أقولك هو اللي يثبت، خليني ولا المحامي بتاعي اللي يثبت ولا المحامي بتاعه اللي يثبت أو أنا أو مش مطلوب مننا.
طيب ليه ما يكونش في حد متخصص بيعرف يتعامل مع الاطفال وبيعرف مشاكل الاسر اللي احنا بنعاني منها دلوقتي، يفهم لما يدخل البيت ايه المشاكل اللي موجوده فيه ويعرف المصلحه الفضله للطفل في الاسر اللي بتعاني من مشاكل. صح، بس في الحضانه بالذات برضو بيروحوا للقاضي ومحدش اللي بيروح لهم، يعني بيروحوا للقاضي هم الاثنين اللي بيتعاملوا، هم الاثنين هم اللي بيقدموا الدفوع بتاعتهم، كل واحد بيقول بيثبت جدارته بحقه في يعني ان هو يكون حاضن للطفل. احنا محكومين بقوانين والدستور المصري اللي فيه اكتر من ماده فيها حق الطفل في الحياه والمسكن والمأكل والتعليم، وده الالتزام الاولاني قدامنا. يعني بغض النظر عن خلافات زوجيه، لكن الصراع ان احنا نجتزئه في علاقات بين الاب والام ومن يدار هو الطفل. طفل عنده مرض مزمن ومحتاج علاج مستمر. يعني مفيش قاضي في الدنيا حتى بروح القانون هيعطيه لاب غير متفرغ لانه بيسعى للرزق ووقت العمل. مش ممكن هيقعد يسيب وقته وطفل بياخد باي في وبياخد بقطاره ولا بحاجه علشان يتعالج. يعني وده امراض مزمنه. طفل عنده، وبعدين طفل عنده اعاقه. يعني على فكرة احنا عشان كده ارجع واقول لحضرتك تفضل. احنا منتظرين قانون المجلس القومي للمرأة المقتبس من مدونة الأسرة المغربية، ولا نطالب بالاستعجال علشان يطلع القانون فعلا مغطي كل الثغرات اللي بيعاني منها الأطفال. والمتوقع هينتهوا امتى؟ قريبا هيطلع. بس يعني ما فيش، احنا ما نقدرش نحط وقت يعني تايمينج ليه، لكن قريبا هيطلع لانه في جوانب كتيره. يعني ده مقتبس من مدونه المغرب من القانون التونسي، وديت بلاد اسلاميه فعلا غطت اوجه كتيره جدا من العوار اللي موجود في قوانين الاسره، ومستمد من الشريعه الاسلاميه، وده احد المصادر الرئيسيه في الدستور للتشريع. طيب ممكن اسال حضرتك، هل لما هيجي يتم مناقشه هذا القانون في البرلمان هيتم الاستعانه بالجمعيات المحليه بحقوق المراه وحقوق الطفل؟ ده قانون يعني ده قانون بيمس اكتر من 6 مليون طفل، يعني 6 مليون اسره حياتها متعلقه بالقانون دوت. بيكون في حوار اولا بيتعرض على اللجنه التشريعيه، وبيتعمل حوار مجتمعي لانه ده قانون هام. بتدعى عليه كل المنظمات اللي موجوده في مصر العامله في مجال ايه اكتر حاجه لفتت نظر حضرتك فيه؟ المجلس القومي للامومه والطفوله، المجلس القومي للمراه، المجلس القومي للاعاقه. كل دول معنيين لان دي في انواع من الاطفال موجوده في سن الحضانه وفي الخلافات الزوجيه عندها الامراض، يعني عندها خاضعه تحت المؤسسات دي. كل دول هيقولوا رايهم طيب. ويدلوا بدلوهم. يعني المصلحه، انا مع على فكره مع فكره، يعني وانا بشكر حضرتك ان انت قلت فعلا قانون الطفل الموقع عليه من مصر ان الطفوله لغايه 18 سنه. وعشان كده فضيله الامام وفضيله المفتي لما اقروا اكتر من كذا مره التخيير الطفل انه سن 15 سنه، ده اولا دي فتره مراهقه بالظبط، الولد او البنت يعني في مرحله تغيير سايكولوجي وفيسيولوجي جواهم، في اضطرابات. مش ناقص كمان ان انا احطه في صراع واخلي الطفل احط ضغط نفسي عليه اقول له اختار ابوك او امك. ده كمان يعني تدمير لنفسيه الطفل في الاخر، ده طفل. يعني وبيعاقب لو هو اختار حد من عكس الثاني. يعني انا لازم احترم حدود الطفوله، فانا مع فكره فعلا انه يعلى حتى لل 18 علشان يكون خرج من كده. مع هي طبعا هيزعلوا، بس يعني انا ده رايي الشخصي. اللي ممكن اوافق عليه ان ازود للاب الملتزم ازود له عدد ساعات الرؤيه. الدستوريه اقرت انه الجده والعمه يحضر. واي حد يحضره في نفس زمن الزياره. يعني انا زمن الرؤيه تكون فيه الجده والعمه، انما ما اديش لود على الطفل والام ان انا اجيب مره لرؤيه الجده ومره لرؤيه العمه ومره، وكل واحد يرفع قضيه عشان يدوا له تاريخ، يبقى الولد ده لا هيذاكر ولا هيتعلم ولا هيكون وهيبقى بيتشحطط، يبقى ضغط نفسي اشمعنى هو دونا عن اصحابه رايح جاي عشان يقابل حضرتك. اتكلمتي كذا مره.